لليمنيين قصص مع الهجرة والترحال والتنقل في بقاع الأرض، حكتها النقوش وأرختها الآثار الباقية منذ القرن الأول قبل الميلاد، وجاء ذكرها في القرآن الكريم بآيات مكرمات. رحل اليمنيون وسكنوا أرضين عديدة بعد تهدم سد مارب، وقد كان مصدر مائهم وريهم، فبحثوا عن الماء والمرعى. هكذا هو عهد أبناء سبأ وحمير، كانوا قوما رحلا، أينما وجدوا الماء والكلى بنوا وعمروا، وإن جفت الأرض حولهم ارتحلوا. وهكذا بقي من إرثة الترحال من يعيش عهدهم ومهنتهم عبر الأزمنة وتوالي القرون. وفي حلقتنا هذه نرتحل إلى البوادي، حيث الرحلة إليها شغف. الرحلة على البوادي شغف للمعرفة والاطلاع على نماذج حياتية لأناس كانت الصحراء مبتغى عيشهم. من تعز كان مبتدأ هذه الرحلة نحو لحج. حيث تتناثر في بواديها والصحاري تلك المجاميع السكانية هنا. وقبل وصولنا لحج وعلى مشارف هذه المدينة تراءت لنا صور الرمل، وعلى تلال منها ما يشبه بقايا هجرات مرت من المكان. توقفنا على الطريق الرئيس الذي يمر بنا إلى لحج، وسجلت الصورة ملمح الشظايا وعشش البدو الذين ارتحلوا إلى هذا المكان وكان لهم فيها مقام. لم يكن المشهد كاملا حتى نطيل التوقف، فواصلنا المسير وزادنا اللهفة باستقصاء الأمكنة، وكنا على موعد مع طريق طويل قررنا فيه السير من لحج في اتجاه مديريتي الصبيحة وطور الباحة الممتدتين بمحاذاة بحر العرب. ساعات من السفر لا شيء يرافق اتجاهاتنا سوى الرمال الصحراوية وبعض من إثل قليل. غايتنا في سفرنا هذا أن نوثق ما تشظى من تجمعات صغيرة لأسر الرعاة أو ما يسميهم بالبدو الرحل. صعب علينا أن نجتاز أكوام الرمال وأن نخرج من الطريق الإسفلتي إلى الصحراء حتى نستكشف ما خفي وراءهما، فاكتفينا بالتوقف حيث علامات زرعت على جنبات الطريق بأحجار رصت وألبست ببقايا من إزار يرتديه البدو الرحل يميز لبس المرأة لها، وتشير لنا بأن في المكان تجمعا لبعضهم. هنا الطير في السماء دليل على وجود الماء في مكان ما، ولهذه الإشارات والعلامات دورها في إخبار من يمر من هنا بأن هناك حياة في هذه الصحراء وإن بدت استحالة العيش فيها، وهي دليل لمن قد يضل الطريق أو لمن يبحث عن زاد من الحليب أو المواشي. هنا ترتص عبوات الماء أو ما يسمونها بالبراميل أو خزانات تكيست من الحر والرمل، تمثل مصدرا للحياة واستمرارها، حيث لا ماء في الصحراء سوى ما يحفظ بهذه الخزانات البلاستيكية أو ما قد تورده الدواب على ظهورها من مكان سحيق. وهذه أولى صور المعاناة في حياة البدو الرحل. والله أنا راعي مع البدو الرحل. البدو الرحل لي هنا حوالي 40 سنة. تنقل في الخبت هذا. الخبت أيوة. نعمل بعد المواشي، بعد الرعيان في البقر والغنم. حين ما يحصل رعي وحين ما يكون جديد ينزل لنا في الوادي مشان حيام المياه. وعندما يكون رعي نروح للخبت نتنقل من مكان لمكان. علشان رعي. علشان رعي بس. إحنا عايشين بدو رحال بعد الغنم من مكان لمكان.
نتنقل في الخبت يعني رسيخة والقبلين ودار القديمي وهذه يعني نلعب فيها ماشين. نعم. ليش التنقلات الدائمة؟ لحد ما يمطر ربي، لأن ما عندنا قدرة العيش يعني نشتري قصب أو هكذا، يعني نتنقل بغنم لحد ما يمطر ربي نسافر بعده. تشكل حياة البدو الرحل في اليمن حالة استثنائية في تحدي قساوة الطبيعة بتضاريسها الصعبة المتمثلة بشبه الصحراوية ومقامهم فيها، رغم ارتحالهم إلى أماكن الماء والمرعى، لكنهم يتوقون للعيش في الصحراء. على الصحراء وين نعيش؟ على الماشي ما نعيش، على الماشي ما نقدر نعيش، ايش نعيش؟ ما فيش على الماشي ما نقدر نعيش. البدو الرحل احنا ما قد عشتنا هي هذه. نروح مخابط. ثلاث مخابط، حد ما نلقى مريض. يمطر ربي. هبينا لما يابس رجعنا ونهب مطين. طين معاها زيت هبوا لما فيها ورجعنا لما ما وان هذا. القنب الان الخبط. الخبط للوادي الحين ماشي معانا مرعي هذا الخبط الان. جد بالخبط. يلا على الوادي وعلى المي. والمي كيف تعمل المي هنا؟ المي عندنا ماي هنا من هذا البير حتى المشروع. حملها. ورغم تغيرات الأزمان فما زالوا يتمسكون بتراث الأجداد ولم يهجروا مهنة الرعي وحياة البداوة. وتظل الخيم أو العشش المنتصبة على كثير من الأقاليم الصحراوية البعيدة عن مظاهر التمدن حالة تعجب لم نجد إجابة لبقائها غير السير على نهج الآباء والأجداد. يعتمدون على ما تجود به الطبيعة من كلأ والمكوث المؤقت في الفضاء الصحراوي، هكذا هي قناعتهم راسخة بتواصل إرث الأجداد يمارسون حرفة الرعي. هذا قري الدنيا أنا يعني شقاء على الماشينة ومن أرضنا من طلع قصب وهكذا، ولا قري ولا معنا أي عمل ما فيش معانا عمل مع الدولة. نبيع السخل فيه نعيش به لأن ما معانا رواتب، ما مش معانا عمل. وين نروح؟ ما نروح يعني بعد ما شيء وين نروح؟ أنتم اعتمدتوا على الرعي. على الرعي لأن ما فيش معانا عندنا يعني لا معرفة بالسلطة فوق حتى يدخلون في وظائف. مثل درست ولا تعلمت ولا شيء؟ درسنا أيوه. لا أنا درست في 75 لا ثاني إعدادي يسمى كان متوسط. هذا في 75 خرجت. وبضلت بعدين معي جمال وكنت أعيش على جمال قصب أبيع وبل ومعانا أرض كان أبوي وكنا نتشاغب هذا العمل. وين الأرض هنا تحت من هنا ومن هنا في دار قديم. غنم بقر اللي مع زقع بقر للقيعان بس الغنم. في بل ولا ما فيش؟ اللي معي لا بل مع ستين ولا واحدة ولا بس ما كثير. حمير قلوب الماء. وحمير الله يعزك من ديب الماء. من فين تجيب الماء؟ من هذا الجبال. هنا في الجبال ذي. يعطي قلته وغرفناها بواعي فتناكه وحملنا وسرد إلا دحين قدرنا مش حتى تناكه. مصدر دخلي منه؟ من الرعي. من الرعي. ما بشغل معي حوالي 15 راس غنم وخمسة ريوس وأربعة ريوس بقر. أهل السنة عندنا جدب الآن عندنا الحزمة روحت الحزمة القصب حوالي 400 شلل ريال الحزمة القصب. ما فيش عندنا مزارع ما فيش عندنا أي حاجة بحال الحوير رحم الرحمين لما ينبغي.